السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ناوي على سالفة الانستغرام وسالفة السناب شات. يعني من الأشياء اللي شفتها واكتشفت أن سبحان الله هذا الانستغرام والسناب شات يخلي العالم تصير يعني فاقدة شيء معين يعني. بغيت الحياه بغيت الهبال بغيت اللي تلقاه موجود في سناب شات هذا وتلقاه البعض مو كلهم حقيقه البعض 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 فنسولف عنه خلال هالشهر هذا ان شاء الله كل عام وانتم بخير الام ضيعه وفعلا هي ام كل الكويتيين تربينا على حسها نصايحها وحبها لنا نحبها من حبنا للكويت لأنها رويحتها جمعت كل معاني الأمومة وشاركت الأطفال بسمتهم والحين كل انقضى لمركز بهالبلد الحبيب ولا زالوا ينادونها ماما وما ينسون فضلها كل برامج الأطفال اقترنت باسمها ماما أنيسة الأحبة ضيفتي وضيفتكم ماما أنيسة وكفى كل عام أنت بخير ماما أنيسة وأنت بالصحة والسلامة عاد عليك إن شاء الله وأنت بخير وعافية وماما أنيسة دائما وعليك يا بعد عيني والله يا أستاذ بدر وعلى كل أهل الكويت مناسبة طيبة إن شاء الله عسى الله يحفظ لنا بابا صباح آمين ولي عهده آمين. الشيخ نواف ويحفظ الجميع ان شاء الله كل اهل الكويت نقول لهم مبارك عليكم الشهر لهجتنا الكويتيه عدل عدل ماما انا انا مشغلني شيء كل اللي قدمه برامج للاطفال اول شيء انت قدمتي برامج للاطفال وانت صغيره يعني ف كل الكويت عقبها قاموا يسمونك ماما انيسه ما حد يقول انيسه جعفر وانت ما تحبين احد يقول لك انيسه جعفر نسيتي نس... نس... نسيت. <applause> كلهم اللي قدموا آآ آآ راحوا ونسوا كلمه ماما الا انت الا انت عسى يطول عمرك الى الان ما تحبين احد يقول لك انيسه جعفر تقول انيسه <applause> محمد جعفر الا ماما انيسه شوف <applause> يمكن أنا برأيي أن الواحدة لما تطلع بالتلفزيون يعني طبعا في كل بلادنا العربية تطلع بالتلفزيون سواء تقدم برامج أطفال أو كبار يعني تطلع في وقت معين توصل إلى سن معين خلاص هي ما تحب تطلع يعني تغير شكلها تكبر الكبر مثل ما يقولون شيء ماما نيسا ما عندها الناحية هذه أبد يعني ما يوم من الأيام حطيت قدام عيني إنه أنا كبرت أنا الأطفال تعودوا علي وأنا شابة صغيرونة الحين بهالعمر جدة الجدات عشان الله يطول عمرك فهذا هذا الشيء يسعدني أكثر كل ما أكبر سنة كل ما يزيد فخري وسعادتي في هالاسم إيه. ماما أنيسة والحين بعد الزيادة أضافوا عليه لقب يمة الكل اللي يشوفني يقول يمة فشبي عقبها أنت أم كل الكويت ولكويت. الحمد لله الحمد ورجال الحمد لله يعني مو أنا يعني فرضت عليهم، وهم الناس يقولون وهم يحبون ترى الحمد, لله. الحمد لله. كلنا نحب نعمه من الله. يوم وليسه ولا أنيسة والله نعمه نعم من الله سبحانه وتعالى. شلون شلون طرى على بالك تقدمين للأطفال في ذاك السن؟ ذاك السن يعني ما إيه. يعني ما, ما حد يفكر في سالفه والله يقدم حق الأطفال. لا يمكن انا يعني كنت مدرسه. يعني إيه؟ معلمه مدة طويلة طبعا مو سهلة إيه؟ فمتعودة على الصغار إيه؟ جت حكاية التلفزيون صارت أيضا أضافت شيء اضافت شيء وابتديت إيه؟ عادي يعني وكل مع الصغار حبيتهم ومحبوني سبحان الله نزلت زلت إيه؟ عيونهم تبلبس <applause> <اللي> وانا طالعة <applause> مطن يعني انت ما يكون في بالي اي شيء غير اني انا سعيده في هذا الجمع الحلو سواء صغار او كبار الحين انت الحين السؤال اللي يطرح نفسه في اول حلقه سويتيها انا بس ابي ترجعين على اول حلقه إيه؟ سويتيها للاطفال إيه؟ كنت مرعوبه خايفه مجبلة على شيء تلفزيون ذاك الوقت أول ما طلعت لو قلت لك ما تصدقني أنا بطبيعتي عفوية بطبيعتي يعني أخذ الشيء دائما ببساطة إضافة إلى أنا شايفة التلفزيون إيه يعني شايفة التلفزيون في أوروبا وأنا يعني مسافرة إيه يعني التلفزيون كتلفزيون مو شيء جديد علي لكن كون أني أنا أطلع بالتلفزيون أي إيه هذه هذه إيه إيه يعني ما مع انه كان على الهواء أيه؟ يمكن سنه ونص تقريبا واحنا ما عندنا فيديو تيب نسجل ولا شيء كل كل برامجنا كانت على الهواء يعني شيء عادي فعلا يعني الحين انا لو برجع الى تسعة 59 سنه الى الى 58 سنه مضت من بدايه طلعت التلفزيون آه يعني ما ما عمري لقيت نفسي متضايقه ولا همني اني اطالع اقسم بالله ما عندي منظره في جنطتي لغايه هذه اللحظه ما شاء الله ما يهمني اني اشوف شعري زين او شكلي انا طالعه ويا هذول اللي هال هذول اللي يعني عيشوني في جو ترى مهما تكون الواحده عندها عيال ما تعيش هذا الجو اللي انا عشته صدقني بلا غرور اطفال <applause> العالم كله لا يبين <applause> يبين يبين لما يكونوا حولك كلهم مثل كلهم واللي اللي, اللي تحت يعني اللي الحين الصغار اللي في رياض الاطفال لما اكون انا داخله روضه هل هذول يعرفون من هي موانيسة تروا قليل منهم يعني الا اللي اهلهم يراوونهم التلفزيون يقولون لهم يعني لما يجوني يلموني يحضنوني واللي يقول لي احبك واللي تقول يعني هذا ما في رياء لا لا في مجامله هذا ينقال من اكثر انت بني ادم الطفل نقي جدا يقول لي ف... يقول اللي بقلبه فالاقيها سهله إيه. مثل ما طلعت اول مره لغايه هذه اللحظه اللي انا طلعت فيها ما في... ما قلت حلقه من الحلقات شيء حمقتي على الصغار؟ لا مو على الصغار، إيه؟ على شوف انا حمق طبيعتي لان حمقت دا حمق داخلي. إيه؟ ما ما ودي اجرح احد ولا انت عارف شغل التلفزيون يعني. اي صدق يجنن اللي ميتين. <applause> 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 يعني يعني مثلا في تلفزيون الكويت اروح الساعة ثمان ثمان ونص أنا موجودة لأنك إيه؟ يعني الأول ما كان ذاك المكياج وذاك الشعر يعني إيه؟ عادي أسود فبيض وحتى الماء صار ملون يعني المفروض أني عشرة ندخل الاستوديو عشرة عشرة ونص عشر بس يمكن ساعة ما أدخل حتى ساعة واحدة الحلقة الواحدة قعدت فيها لغاية المغرب بس سعيده فيها لان شلون انا احمق وهاليهال اللي حوالي، طيب شنو ذنبهم هالناس اللي موجودين؟ هذا اللي كان يألمني في نفسي إن ايش ذنب هالعالم ما فكرت في نفسي انا ايش ذنبي انا قاعده والله النهار اليهال. لا. بالعكس إيه. كنت وايد سعيده فيهم. إيه في ما تذكرين حلقه من حلقات ذيك اللي فيها اكوياه لازم اكوياه شيطان كذي ما <applause> ما يركض كلش للحين ما يركض للحين اكوياه ما يركض ما, ما يركض ما, <applause> ما تذكرين حلقه كذي من الحلقات انتي حسيت من انت حسيت انه واحد مهنلك بس يدور بس يدور الـ 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 يعني سبحان الله الطفل او الطفله اللي تكون عندهم هذه العاده الحركه ولدي على طول اجيبه يمي ما فيه او اقعد بحضني إيه؟ أو اقعد اسولف مع إيه؟ حبيبي انت او شيء إيه؟ سبحان الله يا الله عليهم على الاطفال تلاقي الهدوء تقطع الابره والله ما إيه؟ ما تسمعها سبحان يعني تستغرب يعني سبحان المفروض الله. انه في كاميرا كل اللي أقول لهم انا اللي بقول اسم او اسمها يطالع الكاميرا لا تطالعوني اذا طالعتوني امثل لهم إيه؟ اذا طالعتوني كذي ما تبينون انا ابي لما اقعد في البيت انا وامكم وابوكم واهلكم نشوفكم عينكم على الكاميرا وين الكاميرا؟ هذيك اللي شاب احمر على طول هم أبروح بروحهم يسووا بروحهم يا حياتي عليك <applause> حيا... حياتي سعيده بناصر من, من سعيده وايد من هم الاطفال اللي طلعوا وياك بالتلفزيون هم مو وايد حقيقه الان في الدولة, يعني في الدوله ما اقدر اقول احد يعني في الدوله في الدوله في الدوله الان اغلب أكبر اغلب أكبر مناصب والوزراء وال وشخصيات كبار وشخصيات كبار يعني ما هو بدي اذكر اسم احد ليه لاقوش ليه لاقوش ليه من خلال التليفون اذا شفتهم الحين صدقني سبحان اشوف حبهم حبهم للماما نيسا واحترامهم للماما نيسا بعيونهم فانا اشكر ربي سبحانه وتعالى واحنا نشكر الله انت ويانا يعني لا, له لا انا انا قلت لك لأن, لأن, لأن اجيال تربت على شوفت مناصر انا غير تلفزيون الكويت ترى ما اطلع بس لما عرفت ان بدر برسلي اللي بي بي بتكون ماما انيسه في صحبته انا اتشرف بدون ما اسال ولا اعرف شنو البرنامج ايش بيقولون ايش ما يقولون انا اتشرف أن اكون الله يخليك تشرف, تشرف لي انا ب والله وراك قدامك يا أبو بسو غصب بنسولف وايد مثل ما قلت شرحتك على البرنامج انت تحت امرك ايه فالحلقه الجايه بنسولف عن هو حلقات بتسوي اي إيه اي ايه انا وانت حلقه واحده المفروض لا لا بس هو ثلاث حلقات <applause> ما يمل منك يا ما يمل منك <applause> الله يخليك ف, ف في الحلقه الجايه ان شاء الله عن وساعه قبل لا نطلع أه على الهواء قلتي لي <applause> <سؤال> رحمه الله عليه وليد جعفر يسوي حركات إيه بس أبي نسولف عن هالسوالف هذه الفريج الـ 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 الاخوان الاشياء هذه لان ما انيسه يعني ان شاء الله ان شاء الله الاحبه الحلقه القادمه انا وماما انيسه وانتوا وانت ان شاء الله شكرا لك يا الله يخليك يوم الله يحفظك